حياكم الله مشاهدينا مجددا بعد هذا الفاصل. دخلت قطر الخيرية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في جمع أكبر كمية من التبرعات العينية، بغية إرسالها للدول الفقيرة في معظم دول العالم التي تحتاج لمد يد العون من أخوانهم المسلمين. ويأتي ذلك من خلال رسالة خطب فيها الكل بأهل الخير في جميع أنحاء العالم بدخولها لهذا الرقم أو لأكبر عدد من جمع الملابس، لعل وعسى أن يكون هناك أيضا خلينا نقول زيادة في الخير يا أحمد. تابع معكم مشاهدين الكرام هذا التقرير. بادرت قطر الخيرية في عمل مشروع خيري واسع لقي تفاعلا من جميع فئات المجتمع في دولة قطر، وذلك بجمع أكبر كمية من التبرعات من الملابس والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال في زمن قياسي لا يزيد عن 24 ساعة. وقد فاقت التبرعات الحجم المتوقع وامتلأت الناقلات عن آخرها. أشكر كل القائمين على هالقطر الخيرية اللي منظمين هالعمل الخيري، الصراحة ما شاء الله مجهود جبال يسووه، وفكرة حلوة الصراحة لتحطيم أرقام جينيس لجمع تبرعات الإخوان المسلمين. صراحة أول ما بدأت الحملة أو أول أيام الحملة كان في إقبال كبير، وللآن إقبال كبير ما شاء الله تبارك الله. الشباب وأهل الدوحة فيهم خير، و مقيمين مواطنين ما شاء الله كلهم فيهم خير ان شاء الله، تفاعلوا مع الحمله. كل واحد سوى اللي عليه، كل واحد اقل شيء ما قدر يسوي نشر الخبر او هو برودكاست، هي رساله واتساب، وصل المعلومه هاي لكل اهله ولا كل اصدقائه. ما تقدر انشر الخبر. يعد عمل الخير من اصول الترابط بين المسلمين، وهو ما كان يصبو اليه مشروع طيف الخيري في قطر، والذي بلغت تبرعاته 29 طناً من الملابس من أجل كسوة 27 ألف شخص من المحتاجين في كل من اليمن والفلبين وأفريقيا الوسطى. تفاعل الجمهور والحمد لله يعني كسر الرقم القياسي بحد ذاته، ما يعتبر هدف رئيسي بالنسبة لنا ولا حتى عند الشعب، لأن إحنا كنا نهدف إلى أن نجمع أكبر عدد ممكن حتى يعني نغيث ونساعد الشعوب، أكبر شريحة من الشعوب المتضررة والمحتاجة والفقيرة. والحمد لله تحققت بمجهود بفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهود الشعب القطري جزاهم الله خير، وكذلك المقيمين اللي موجودين على هذه الأرض. هدفنا احنا قطر الخيرية ان احنا ندخل في موسوعة جينيس، مثل ما قلت لك ان احنا نخدم اكبر شريحة، والهدف الثاني ان احنا ندخل جينيس في الاعمال الخيرية والاعمال الانسانية، والهدف الثالث ان احنا نشعل فتيل المنافسة بين المتنافسين في الاعمال الخيرية، يعني على اساس الشعوب الاخرى تستفيد من المنافسات الخيرية. لم يكن الدخول في موسوعة جينيس هدفا في حد ذاته، وإنما هي رسالة لتعزيز العمل الخيري ومد يد العون لكل المحتاجين في أنحاء مختلفة من العالم، وترسيخ روح التنافس للخير وإشراك المجتمع لتعزيز مفهوم العمل الإنساني. بطولة جديدة بنسختها الأولى، إنها بطولة البلنتين، تعرف عليها أكثر في هذا التقرير. استمراراً في نشر ثقافة مزاولة الرياضة في المجتمع بعامة وتشجيع الناس على ممارسة كرة القدم بخاصة، انطلقت على الملاعب الخارجية المفتوحة في حديقة سباير فعاليات النسخة الأولى من بطولة بلنتي التي تعد الأولى من نوعها لركلات الجزاء، وذلك بالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومطعم لؤلؤة الشرق والاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر ومؤسسة سباير زون. أعتقد أن احنا يعني حققنا المطلوب، كان تواجد جماهيري جيد جدا، والجميع استمتع بهذا اليوم،
يعني هي البطولة ترى فيها نوع من المرح وفيها نوع من الأجواء عائلية أجواء رياضية. يشار إلى أن البطولة مستمرة حتى يوم 10 من الشهر المقبل، إذ تقام منافسات البطولة بشكل يومي عند الساعة 5 مساء ولمدة 3 ساعات بمشاركة جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام بطولة بلنتي. أحمد أنت شاركت معهم؟ أنا شاركت معهم وسويت خيانة شوي لفريق الريان. إيه شاركت مع تقرير فريق الصعيد. جبت أقوال ولا ما جبت أقوال؟ أهم شيء أبشرك والله جبت يعني بيض بس الحارة تسهل معي شوي عشان تصوير وكذا تسهل معي. لا إذن مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير نكون وصلنا معكم إلى نهاية الحلقة من ترحيب لهذا اليوم. أما بعد ترحيب مباشرة فتابعون على قناة الريان برنامج جزالة في موسمه الثاني الساعة 8:30 وبرنامج الدانة الساعة 10. لاقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب وعبر انستغرام الريان تيفي. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تصبحون على خير. يا أمان الله.